ان اشمعنى بعد كل هالفتره هي لعبه فورتنايت تنزل ريفت داخل الماب؟ لحد الان ما كنت اعرف شو فكرتها من هذا الموضوع، وخاصه انها مرتبطه بالفضاء وبالسفن الفضائيه. انا هلا رح احكي لك عن منسوب المي لما قال للمرحله الاخيره او للمرحله الاولى يعني، ورح اقول لك امتى رح يتم تاجيل السيزون وليش رح يتم تاجيل السيزون، ورح اقول لك عن مدينه اتلانتس وتحديات جديده خاصه بمركبه فضائيه اللي هي رح تعطيك 14000 ب 14000 ب 25000 اكس بي. فبتمنى انك انت تكمل المقطع الاخر لحتى تشوف كل شيء، لانه هذا الفيديو فعلا مهم لبداية الاحداث معنا بالسيزون 3 لبداية الاحداث بهذا الشابتر بشكل عام يعني. فبتمنى لو انت اول مرة عندك تشاهد الفيديو على القناة تشترك وتفعل زر الجرس، تحط لايك وتكتب كومنت حلو. وطبعا للناس المشتركة بتشكركم كلياتكم على الدعم الخرافي وكود الدعم بالايتم شوب نيمو 9. طبعا لو حابب تدعمني انت، لو مو حابب استخدم كود الدعم بالايتم شوب نيمو 9، يعني اسهل كود بتلاقيه قدامك يعني. فيلا مع بعض نشوف هذا المقطع ونحكيكم عن بعض الاسرار والاشياء اللي حصلت في فورتنايت. فهلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. هلا خلينا نحكي بداية مثل مظهر امامك الخريطة. هي الخريطة يا شباب، لانه هلا احنا حاليا بيوم 1/8 تم تقليل نسبة المياه للدرجة الاخيرة، يعني تقريبا هيك الماب مكشوفة بنسبة 90% او 98% بهالنسبة هي مكشوفة. وفي بعض الاماكن الصغيرة اللي لسه فيها شوية مي اللي احنا ما رح نحكي عليها زيادة، يعني انه هي تم فيها نسبة مي صغيرة. بس حاليا الاماكن الكبيرة اللي مثل بليزنت، مثل سويتي، مثل ستيمي، مثل ريتال، مثل هدول الاماكن بشكل عام يعني كلها مكشوفه وكلياتها الوضع تمام فيها لحد الان بالنسبه لمنسوب المياه. ولكن هلا حاليا خليني احكي لكم بالنسبه لتاجيل السيزون وليش انا قلت لكم في تاجيل سيزون. بعد منا خلينا ننتقل على المهمات الخاصه او على اتلانتس، بعدين ننتقل على المهمات الخاصه بالمركبه الفضائيه. حاليا انا ليش قلت لكم انه تم تاجيل السيزون يا شباب؟ لانه بملفات اللعبه تواجد معنا اكتيفيت انتل، يعني انه هي المي او الشيء اللي هو الخاص بالمي يا شباب. يوم 14/9 ان شاء الله لحد الان في منسوب مياه عم يقل معنا، يعني يوم 14/9/2020 في منسوب مياه كمان رح يقل معنا. ومثل ما بنعرف احنا السيزون حاليا صفي له تقريبا يوم 25/26 يعني ما يقارب هيك. يعني المهم انه هو قبل يوم 9 منسوب المياه المفروض او السيزون عفوا يخلص، يعني قبل شهر 9 المفروض انه منسوب المياه يخلص. ولكن حاليا معنا بملفات اللعبة يوم 14/9، يعني بعد نهاية السيزون بكم يوم او فترة زمنية اللي هي اسبوع او اسبوعين في تقلص للمياه. وكمان داخل ملفات اللعبة في شيء تاني بيقلك انه التحديات الاسبوعية كمان رح تمتد اكتر، يعني بعض التحديات الاسبوعية اللي هنا ما يقارب 12 اسبوع معنا حاليا لسه ليجوا لبعد شهر 8، يعني لسه لبعد 25/8 او 28/3، يعني لسه في تحديات خاصة بالاسابيع داخل ملفات اللعبة سيزون 3 شابتر 2 موجودين بس لبعد شهر 25/8 او شهر 9 يعني. يعني حب بشركم انه هذا السيزون رح يتم تاجيله، ولكن هذا الكلام غير رسمي، هذا كله تسريبات من داخل ملفات اللعبه. وطبعا لما يكون الكلام رسمي 100% ويتم تاجيل السيزون انا رح نزل مقطع ثاني، ولكن هذا الكلام عشان انت تكون ريدي وجاهز لهذا الموضوع. انا جبت لك تسريبات من داخل ملفات اللعبه، فاطمن يا صاحبي انك انت لبعد شهر 9 لحتى يخلص هذا السيزون. لسه قدامنا اكثر من شهر وعشرة ايام ليخلص هذا السيزون حسب ملفات اللعبه وبيانات ملفات اللعبه. بس هلا بقى خلينا نفوت بالشيء الجديد اللي معنا بلعبه فورتنايت بعد ما منسوب المياه قل. مدينه اتلانتس، مدينه اتلانتس يا شباب مثل ما ظاهر امامك على الخريطه التشينج ووتر ستيج 8 اللي هو المرحله الثامنه للووتر او للمي حاليا معنا. وقت نزلت، وقت نزلت يا شباب المرحله الثامنه بلعبة فورتنايت حاليا بسيزون 3 شابتر 2، شكل مدينة اتلانتس ظهر معنا بشكل جميل جدا، والمدينة حلوة كتير ومكانها حلو، يعني بشكل عام المدينة حلوة، تصميمها رائع جدا لمدينة اتلانتس. وهي مدينة اتلانتس من الداخل والخارج، وكمان موجود القصر الخاص باكوامان، والقصر الموجود تبع اكوامان مثل مظهر امامك. هي جبت لكم كل شيء فيديو او الريبلاي الخاص بلعبة فورتنايت داخل الخريطة، وهي داخل الخريطة كلياتها بشكل عام حتى تشوف مدينة اتلانتس كلياتها. الصراحة مدينة حلوة وفيها عدة تشيست وعدة امو بوكس وعدة اشياء لوتة حلو، يعني الصراحة المدينة اللي حتكون ممتازة جدا من ناحية اللوت ومن ناحية اللعب فيها. فهي مدينة اتلانتس، وبعض التغييرات اللي حصلت منها اهم شيء بالنسبة للستيج 8 او المرحلة الثانية للمي، المركبة الفضائية. المركبة الفضائية مثل مظاهر امامك هي المركبة الفضائية يا شباب. هلا المركبة الفضائية ظهرت وطلبت منا عدة تحديات، اهمها انك انت تجمع الكفر وتجمع بطارية وتجمع صاروخ وتأطلق المركبة الفضائية وتظهر لك ريفت. لأنه أنا ببداية المقطع قلت لك اشمعنى شركة فورتنايت تنزل ريفت هلأ حاليا،
ولكن نزلت معنا ريفت مجرد ما انك انت تطلق المركبة الفضائية وتخلص تحدياتها. لح يطلع لك ريفت بشكل عجيب، 4 ريفت لح يطلعوا لك بشكل عجيب بنفس المكان. بنفس المكان اش معنى هلأ عملوا الريفت وعملوا المركبة الفضائية ورجعونا لأيام فيزيتور تقريبا وأيام الفضاء، لأنه الفيزيتور لما إجا من الفضاء أيام السيزون 4 ونحن هلأ حاليا داخلين على السيزون 4. فيعني أنا بتوقع لعبة فورتنايت عم تعمل نظام غريب إنه هو كل 10 سيزون لح يكونوا شابتر. أكيد أكيد هذا الموضوع لأنه حاليا معنا السيزون 4 داخل ومعنا السيزون 4 بالشابتر 2 دخل ودخل معه الفضاء. هلأ حاليا بالسيزون 3 شابتر 2 داخل معنا السيزون 4 مصفى له تقريبا شهر أو شهر وعشرة أيام مع تأجيل بالنسبة للسيزون 4. ظهر معنا مركبة فضائية، ظهر معنا ريفت، ظهر معنا أشياء غريبة جدا بالنسبة للخريطة. يعني تقريبا فيك تقول انه هلأ احنا بلشنا احداث الشابتر 2 وبلشنا الاشياء الخرافية بالشابتر 2 لحتى ينقلنا مثلا للشابتر الجديد او ينقلنا لقصة جديدة ترجعنا على الماب او تقربنا على ماب جديدة، الله اعلم شو بيصير. هلأ بقى حاليا قصة فورتنايت بلشت تحلو وبلشت تزيد اشياء وغموض وحكايات طويلة بالنسبة للعبة. وهلا بقى خليني اترككم مع المقطع الصغير يلي رح اقول لك عليه عن تحديات المركبه الفضائيه. تحديات المركبه الفضائيه يا شباب هي مقسمه كتير وطويله كتير، انا ما رح اقدر احكيها او اشرحها حاليا. هي فيك انك انت لازم تروح تعثر على السفينه، السفينه مثل مزار امامك مكانها، وكمان بعد منها لازم تروح تعثر على الصاروخ اللي داخل بالحيط مواجه السفينه او بوجه السفينه حاليا مثل مزار امامك، هذا هو شكل الصاروخ. بعد منها لازم تروح تدور على قطعه صغيره اللي هي مثل كفر ومثل بطاريه، وبعد منها لازم تطلق المركبه الفضائيه وتستنى لما تطلق وتروح بالسماء وتختفى، وبعد منها يظهر لك الريفت وهيك انت بتكون خلصت التحدي تبع السفينه. انا هلا طبعا رح اترككم مع المقطع الصغير يلي بخليك تشوف كيف شكل السفينة اللي حيكون وكيف تساوي تحدياتها بشكل كامل. مدة التحديات يعني مو كتير عالية او مو كتير طويلة، كلها 3 دقائق بتخلص التحديات كلها وبتاخد 14,000 XP، بعد منها 14,000 XP، بعد منها 25,000 XP. هذا هو بالنسبة لاخبارنا لتسريب المي وبالنسبة لتأجيل السيزون ولكل شيء حاليا معنا بهذا الفيديو. بتمنى يكون عجبك هذا الفيديو واستمتعت. طبعا رح اترككم مع مقطع صغير، ولكن قبل ما اتركك مع مقطع صغير بالنسبه للمركبه الفضائيه لا تنسى كل الدعم بالاتم شوب نيمو 9، ولو اول مره بتعرف لايك اشتراك القصص الحلوه. بتشكركم على الدعم الخرافي ومع المقطع الصغير وبرعايه الله. Every day we escape losing all of our faith, we can't live this way, feel me slowly fade away. Take me. Every day I feel tired.